الشباب والمستقبل. نحن لا نستطيع أن نقول للشاب المتفتح المتطلع إلى المستقبل: لا تحلم بالمستقبل وتجاهل العظمة والارتفاع والالتماع، كما إنه بدوره لا يطيق أن يهمل النشاط البناء في كيانه حتى يأكل قلبه وتفكيره ويضغط على نفسه وأعصابه ليبقى خاملاً تشده إلى الأرض أفكار وتقاليد. وحتى لو تكلف الضغط على واقعه مرهةً فإنه سرعان ما يتحول إلى الكبت الذي يعقبه الانفجار المبين.